أهلا وسهلا يا شباب. السؤال الثاني الذي يسأله الأخ الكريم يقول: إذا كان الشيطان يعني الله تعالى جعله هو سبب جرنا إلى المعاصي والعصيان، فلماذا لم يمحيه من الموجود؟ لماذا جعله خالدا في هذه الحياة الدنيا؟ هل يريد الله تعالى أن يغوينا؟ وسؤال منطقي، سؤال جميل جدا. ولكن أخي، يعني أولا مسألة الشيطان بنفسه، من هو أكبر الأبالسة؟ إبليس. هذا الإبليس أصلا لم يكن بسبب، يعني لم يجعل أصلا للعصيان في الحياة الدنيا، إنما كان عابدا في الجنة، كان مع الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قصة الخلق. يعني كان عابد ولكنه عصى وتكبر، ثم بعد ذلك أراد أن يغوي باقي البشر، فالله تعالى أعطاه الفرصة. لكن السؤال الآن، يعني القضية الآن أولا واضحة، أن الله تعالى لم يجعل هذا الشيطان منذ البداية لإغواء البشرية، وإنما هو كان هذا الإبليس كان عابدا في الجنة، ثم بعد ذلك غوى وقال: بما أنني غويت إذن سأخذ معي مجموعة من الناس إلى النار، فالله تعالى أمهلها. لكن السؤال الآن الذي يطرح نفسه: هل الله سبحانه وتعالى أعطاك أيها المؤمن سلاحا قويا ضد هذا الشيطان يفتك به، وإذا تخليت عن هذا السلاح ضربك الشيطان؟ نعم، الجواب واضح جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن هذا الشيطان مقيض لك، وهو يعترف أنه لا يستطيع فعل أي شيء تماما. كم ترى أنت من الناس الذين هم يعني مع الله سبحانه وتعالى والشيطان لا يستطيع أن يسيطر عليهم؟ لماذا؟ لأنهم لم يتركوا السلاح. أنت أخي الحبيب تركت السلاح. ما هو السلاح؟ ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يكسيك بالهالة الإيمانية. حتى أنا عنده في العلوم، يعني علوم الطاقة وغيرها، يعني يقول لك أن عندما أنت يعني تعمل عملا معينا، تركز على شيء معين، تكسب طاقة هائلة. أنت إذا ركزت على الإيمان وعلى الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى بأي لغة كانت، بلغتك التي تكون مع الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى يجعل لك سلاح ضد الشيطان، ولا يستطيع الشيطان أن يسيطر عليك. ربما الشيطان يوسوس لك وساوس، لكنها تمحو وتبتعد بسرعة مجرد أن ترجع إلى هذا السلاح وهو الذكر. بيّن الله تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على من؟ على من يا الله؟ على الكافرين تؤزهم أزا. كفروا بنعمة الله، كفروا بمنهج الله، حادوا عن منهج الله، اتخذوا الشيطان وليا، ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى. إذن ذلك هو مصيرهم. إذن سؤالك هذا ساقط بمرة يا عزيزي، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الشيطان أصلا من بداية لأجل إغوائك، ثم بعد ذلك أعطاك السلاح القوي لأجل أن تكون ضد هذا الشيطان. إذن هذه عدالة منطقية. عندما يسألك الله تعالى يوم القيامة تقول: لماذا يا الله قيضت للشيطان؟ ألم يقل لك سبحانه وتعالى: أنني أعطيتك أعظم سلاح، فلماذا لم تستعمل السلاح؟ إذن أنت الذي تركت السلاح. إن إذا جاءك جيش يحاربك من هنا وعندك سلاح، ثم أنت هربت ووجهت سؤال سلاحك في الجهة الأخرى، أو لم تستخدم السلاح أصلا، سوف يفتك بك ذلك الجيش. فهكذا الشيطان. فإذا كن مع الرحمن الذي الشيطان بنفسه يعترف أنه يخاف منه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ويقول الشيطان: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، وسوس له فقط، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله. الشيطان يخاف الله تعالى. لماذا؟ لأنه يعلم من هو الله سبحانه وتعالى. فكن مع القوي يا أيها الحبيب، ومع السلامة يا شباب.